المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة يشيدون في ختام أشغال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي بمساهمة الجزائر في مكافحة الإرهاب وجهود رئيس الجمهورية في إيجاد حلول للأزمات بالطرق السلمية. التأكيد على إعادة الاستقرار لأسعار النفط العالمية، تنفيذ الاتفاق الجزائر وتعزيز العلاقة الثنائية محور محادثات العمامرة مع نظيرته الفنزويلية. التكيف مع القوانين الجديدة في صلب استعدادات التشكيلات السياسية لتشريعيات 4 ماي، وفي النشرة رصد لمواقف بعض الأحزاب من محتويات المادة 94 من قانون الانتخابات. سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره الإيراني حسن روحاني بمناسبة الذكرى 38 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، مؤكدا حرصه على مواصلة العمل من أجل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها بما يدعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ويحقق النمو والازدهار والرخاء للشعبين الشقيقين. في التعاون العربي، أشاد المشاركون في ختام أشغال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة، أشادوا بمساهمات الجزائر في مكافحة الإرهاب وحل الأزمات بالطرق السلمية، كما أثنى المشاركون على المساعي الجزائرية بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإيجاد حلول سلمية تضمن لليبيا سيادتها ووحدتها وتماسك مجتمعها. المجتمعون في الأشغال التي شارك فيها رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ناقشوا وثيقة المؤتمر التي سترفع إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة 28، وشمل نص الوثيقة الذي أثرته الجزائر بعدد من المقترحات على بنود مرتبطة بالقضية الفلسطينية وضرورة دعمها بمزيد من التضامن والعمل المشترك دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني. كما تطرقت الوثيقة أيضا إلى مختلف الرهان والتحديات والتهديدات التي يواجهها العالم العربي. وعلى هامش الأشغال، تحدث رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة مع عدد من نظرائه، حيث استعرض مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون المشاورات الأخيرة للقضية الفلسطينية. كما تحدث ولد خليفة مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي للإمارات العربية المتحدة أمال عبد الله القيسي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال البرلماني بما يتوافق وجودة العلاقات التي تربط البلدين. كما استقبل ولد خليفة رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الذي تمن وقوف الجزائر مع الشعب العراقي في أزماته. ولد خليفة تحدث أيضا مع رئيس مجلس الشورى لدولة قطر محمد بن مبارك الخليفي، الذي أكد على جعل التعاون البرلماني الجزائري القطري دعامة إضافية تعزز ما حققه البلدان في كل مجالات التعاون. كما التقى محمد العربي ولد خليفة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي اعتبر الجزائر فاعلا أساسيا في العمل العربي المشترك بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي تمكن بخبرته الدبلوماسية وحنكته وحكمته من المساهمة في الدفاع عن القضايا العربية والمصالح المشتركة للشعوب العربية. في التعاون الجزائري الفنزويلي، تحدث أمس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان العمامرة مع نظيرته الفنزويلية ديلسي إيلوينا رودريغيز بحضور كل من وزير الطاقة نور الدين بوطرفة ووزير النفط والمناجم الفنزويلي نيلسون مارتينيز. اللقاء يأتي لمتابعة الحوار حول تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبيب بعد اتفاق الجزائر، بالإضافة إلى تقييم مدى تطبيق ما جاء في الاتفاق، حيث أكدت وزيرة الخارجية الفنزويلية أن السوق النفطية تتجه نحو الاستقرار بعد الاتفاق الذي وقعته البلدان الأعضاء في منظمة الأوبيب بالجزائر. لقاؤنا كان جد مثمر، أردنا من خلاله تأكيد الاتفاق التاريخي للدول المصدرة للنفط الذي تم بالجزائر، كما نود أن نشكر الجهود التي بذلتها الجزائر وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإنجاح هذا اللقاء الذي كان ثمرة مشاورات تواصلت طيلة سنتين. ونحن اليوم نختم هذه الجولة التي قادتنا إلى عدة دول لمتابعة مدى تطبيق ما جاء في اتفاق الجزائر، لأنه حان الوقت للسوق النفطية أن تستقر
ونسعى دائما للتنسيق بين جهود البلدين لمتابعة مختلف تطورات السوق النفطية، بالإضافة إلى دعم التعاون في مجالات أخرى خاصة التعاون جنوب جنوب. يشارك وزير المالية حاجب بعمي منذ أمس بدبي في أشغال المنتدى العربي الثاني للمالية العمومية الذي سيتطرق إلى موضوع حشد وتنويع المداخل في العالم العربي. المنتدى فرصة لبحث التحديات التي يواجهها أصحاب القرار السياسي في المنطقة وكذا تبادل خبراتهم في مجال تجنيد الموارد. وسيترأس بعمي خلال أشغال المنتدى جلسة حول موضوع قدرة الدول العربية على التغلب على تحديات حشد الموارد. كما يشارك باب عمي خلال زيارته لدبي في القمة الحكومية العالمية الخامسة المنظمة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد المكتوم. تحسبا لتشريعات الرابع ماي تتواصل عبر الوطن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي سخرت لها كل الإمكانات المادية والبشرية لتسهيل عملية التسجيل أو الشطب. العينة من بشار مع رشيد بن عياد. عملية مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى كامل الفروع الإدارية التابعة لبلدية بشار تسير بوتيرة متسارعة، حيث وفرت المصالح المعنية تقنيات رقمية متطورة من أجل التسجيل والشطب عن بعد بكل أريحية للمواطن بطريقة آلية. مواطن ما يتنقلش، التسجيل يكون اذا كان عنده الشطب نديروا الشطب ا ديستانس، حنا نديروا له الشطب وحنا نديروا له التسجيل نتاع سور بلاس بور ايفيتي لي ديبلاسمون. بدات في احسن ما يرام وجدنا لها كاع الامكانيات، والعمال الكفؤ كاع عندهم امكانيات في الاعلام الالي. الطريقة الجديدة هذه لاقت استحسانا من طرف المواطن، إلا أن هناك من استصعبها. مشيت الأحمر جبنا عدم تسجيل وبطاقة إقامة وشهادة ميلاد وجبنا نسجلوها أرينا نسلنا. تم التسجيل بسهولة مطلقة بدون إشكاليات. على قدم وساق وإمكانيات مادية وبشرية مؤهلة تسير عملية التحيين والتسجيل من أجل تمكين المواطن من أداء واجبه الوطني. هذا وتستعد مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية لدخول معترك تشريعيات الرابع ماي القادم، وذلك بما يتوافق مع القوانين الجديدة سيما فيما يتعلق بالمادة 94 من قانون الانتخابات والتي تضبط الشروط القانونية للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي الهام. رصد لمواقف بعض الأحزاب بخصوص هذه المادة مع فاطمة أديب. يبدو أن أجواء الانتخابات التشريعية بدأت تلقي بظلالها على المشهد السياسي في الجزائر. معترك انتخابي مميز يضع مختلف التشكيلات السياسية أمام شروط جديدة يضبطها قانون الانتخابات وتحددها المادة 94. المادة واضحة تمنح ثلاث إمكانيات مختلفة للترشح. الإمكانية الأولى هي بالنسبة للتشكيلات السياسية أو قوائم المترشحين التي سبق لها أن حققت ما فوق 4% من كنتائج بالنسبة للانتخابات الأخيرة. الاحتمال الثاني هو حيازة التشكيلة على 10 منتخبين بعنوان الانتخابات الفارطة. وفي حالة استحالة إحدى الحالتين هناك حالة ثالثة اللي هي اكتتاب التوقيعات. وتم منح يعني تسهيلات في هذا المجال، لأنه في نظام قانوني سابق كان اكتتاب 400 توقيع، الآن هو 250 توقيع بالنسبة للمنتخبين. شروط أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية الوطنية. أردنا جس نبض بعض الأحزاب والتشكيلات السياسية بشأنها فتباينت مواقفهم واختلفت آراؤهم. نعتبر هذا القانون لا يتماشى مع سياسة الانفتاح وسياسة إعطاء حقوق أكبر للمعارضة وحقوق أكبر للأحزاب السياسية من أجل ممارسة العمل السياسي. هو قانون يضيق على الأحزاب. تمنينا أن يكون هذا القانون أنه حتى ولو
يطبق، لكن يطبق على الانتخابات المقبلة. بالنسبة لنا نشوفوا باللي عملية جمع التوقيعات ستغرب القوائم وليس الأحزاب السياسية، ستغرب القوائم وتعطي مجال معين للقوائم، يعني عدد محدود، وبالتالي عنصر المنافسة سيكون أكثر فعالية، راح تتعزز الحضور تاع الأحزاب المشاركة، وبالتالي سنرى في البرلمان القادم إن شاء الله ممكن كتل برلمانية أكثر من البرلمان هذا اللي فات. نعتبرها شيء إيجابي، لأنه هذا الشيء بالنسبة لنا أو بالأحزاب السياسية كلها هي مقياس لمدى انتشارك في الأوساط الشعبية، هي مقياس لمدى التزام وقناعة الشعب الجزائري ببرنامجك. هذه احنا ما تضررناش كثير منها، احنا مرتاحين في عدة ولايات يعني، ولكن إذا طبقت 4% معناتها باللي غادي نقصيو يعني ياسر من الأحزاب. نحن بالنسبة لنا لا يمثل أي حصر حق الترشح، بل بالعكس هذا التدبير القانوني يمنح يعني يفتح المجال واسع للترشح. بطبيعة الحال يحث التشكيلات السياسية والمترشحين على التقرب أكثر من القاعدة الشعبية. شروط وإن تلقى معارضة يبدو أنها لا تقف عائقا أمام بعض التشكيلات السياسية التي دخلت في سباق ضد الزمن لجمع التوقيعات، فهل ستفلح في إقناع المواطن وكسب ثقته وحثه على الإقبال عوض العزوف؟ توفيت تمسي المشاهدة دانيال من عمران المدعوة جميلة عن عمر نهز 78 سنة، وهي ابنة المناضلة الكبيرة جاكلين جروج. المشاهدة كانت عضوا في جيش التحرير الوطني منذ 1957 بالولاية الثالثة، كما تعد واحدة من شبكة وضعات القنابل، واعتقلت سنة 58 لتواصل نضالها داخل سجون المستعمر إلى غاية الاستقلال. جنازة الفقيدة تشيع اليوم بمقبرة سيدي أحمد ببجاية، وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم وزير المجاهدين طيب زيتوني بتعازيه الخالصة إلى عائلة المرحومة والأسرة الثورية. إن لله وإن إليه راجعون. وفي الذكرى 60 لإعدام فيرنان يفتان، أول مناضل من أصول أوروبية يعدم بالمقصلة عام 57 900 و1000، نظمت جمعية مشعل الشهيد محاضرة بالمركز الثقافي العربي بن مهيدي، عاد خلالها المؤرخون إلى مواقف الرجل ومسيرته النضالية على غرار المجاهد الحسين الطاهر رفيق الفقيد الذي آمن بالحرية منذ البداية. في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل الاستغلال الأمثل المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أول أمس إثر دورية تفتيش بالقطاع العسكري أدرار قرب الشريط الحدودي من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مدفع SPG-9، رشاشين عيار 14.5 ملم، رشاش عيار 12.7 ملم، رشاش PKT، بندقيتين قناصتين عيار 7.62 × 54 ملم، 3 رشاشات RPK، مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، بندقية نصف آلية SKS، بندقيتين تكراريتين، وبندقية 6.36 وماس، 7 قذائف D30، 15 قذيفة هاون عيار 60 ملم، 18 قذيفة SPG-9 عيار 73 ملم، 3 قذائف RPG-7، صاروخين جراد BM، 10 قنابل يدوية F1، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة تقدر ب 7098 طلقة من مختلف العيارات. هذه النتائج الميدانية تؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني. أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة أن رياحا قوية ستشهدها المناطق الوسطى والغربية، يتوقع أن تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة، وهذا ابتداء من ليلة أمس لغاية اليوم في حدود الساعة 9 صباحا. الولاية المعنية هي تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، شلف، تيبازا، العاصمة، بومرداس، تيزي وزول، بويرا، المدية، البوليدة، عين دفلة، تيسمسيلت، تيارت ومعسكر. دوليا وفي الشأن الفلسطيني، أدانت أطراف فلسطينية إعاقة الولايات المتحدة الأمريكية تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سالم فياض كمبعوث للأمم المتحدة في ليبيا.
وذلك بعد أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عزمه تكليف فياض بمهمة في ليبيا، حيث وصفت منظمة التحرير الفلسطينية التحرك الأمريكي ضد تعيين فياض بالغير مقبولة. وفي سوريا أصدرت الخارجية في كازاخستان بيانا أشارت فيه إلى دعوتها الحكومة السورية والمعارضة المسلحة لجولة جديدة من محادثات السلام رافعة المستوى في 15 و16 من الشهر الجاري في أستانا، حيث سيتم مناقشة وقف إطلاق النار وخطوات عملية أخرى تمهيدا لمحادثات جنيف. يأتي هذا في الوقت الذي سيطرت فيه القوات السورية على بلدة تادفة الاستراتيجية جنوب مدينة الباب شمال البلاد في عملية نفذت بدعم جوي روسي. وفي العراق تحولت أمس التظاهرة المليونية السلمية التي دعا إليها مقتدى الصدر مناديا بتغيير القانون الانتخابي وتغيير الحكومة الفاسدة إلى مواجهات عنيفة أثارها بعض المشاغبين، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 100 آخرين وسط أجواء من الهلع والخوف. ونختم نشرتنا من جنيف التي أصبحت قبلة ومقصدا لهواة ونوادي رياضة الطيران الشراعي. إبراهيم بالخير والمزيد. من تينيري تينمالي بمدينة جانيت جرى هذا التربص في أجواء طبيعية ملائمة تسمح للرياضيين بتعلم أبجديات الطيران الشراعي وتقنياته الجديدة تحت إشراف مكونين جزائريين وأجانب. الستاج الأول درناه في بسكرة، لو دوزيام ستاج راه هنا في جانيت مع الانستريكتور سيو ايف. تبدلت النظره تاعي على الباراموتور. قبل كنت نقول باللي البارابونت هي المخيره هي المليحه، مي كي سييت الموتور شفت لافونتاج تاعو وليت عجبني الموتور. نتمنوا نزيدوا نديفلوباو نزيدوا نوغمونتيو في النيفو تاعنا نوليو تيرو مليح. On a à peu près une soixantaine de clubs en Algérie. Et c'est grâce quand même à la FASA si nos pilotes aujourd'hui sont prêts à faire de la compétition internationale. On a fait déjà un premier championnat ici. On a donc un premier champion algérien. وباعتبار التصل ناجر وجهة سياحية بامتياز يقصدها الكثير من الزوار، يسعى الشباب إلى تطوير هذه الرياضة واستخدامها في جولات سياحية مستقبلا لاكتشاف مدينة جانيت من علي. نرى أن المدعوكود ياك إيدي الرياضة تغتخوسي ياك مع البروف ما شاء الله سمع سانا وهرت ياك دير وهرت هنا يدغكال بحكم المنطقة. منطقة جانيت معروفة بالسياحة، وبالتالي هذه الرياضة يعني تدخل في إطار سياحي ورياضي كرياضة منها ترفيهية منها سياحية أيضا، واللي تعود بالفائدة والدخل للمنطقة من جهة وتكون مركز إشعاع وجلب للسواح ليمارسوا هذه النشاطة في هذا المضمار هذا اللي رانا الآن سنخصصه رسميا لهذه الرياضة إن شاء الله. هكذا يبقى التحليق في الهواء رياضة فيها متعة تتطلب مهارة عالية تعرف اليوم إقبالا كبيرا من شباب جانيت. وبهذا إذا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.